السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في ليسونز شير. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم إزاي أعمل تحويلات ويسترن يونيون من البيت، مش محتاج إن أنا أروح مكتب من مكاتب ويسترن يونيون وأشتري دولار علشان أحوله مثلا لأخويا اللي ساكن في محافظة تانية أو موجود في بلد تانية. فالموضوع ده هيبقى مفيد جدا لأنه هيوفر عليك إنك أنت تدور على مكتب ممكن يكون بعيد عنك، وهيوفر عليك تاني إنك أنت تشتري دولار. يعني لو خصوصا لو سعر الدولار في السوق يختلف عن سعره في البنك، ممكن تلاقي صعوبة شوية أو يكون الموضوع مكلف عليك إنك أنت تشتري دولار. فعن طريق موقع وسترن يونيون تقدر تحول المبلغ اللي أنت محتاجه لأي حد في أي مكان في العالم بالكريدت كارد بتاعك مباشرة. يعني ممكن تكون الكريدت كارد بتاعك فيها رصيد مصري وهتحول لأخوك مثلا اللي ساكن في الكويت، مثلا هتحول له 100 دولار عن طريق الكريدت كارد بتاعك، فبيسحب بسعر البنك او بسعر الرسمي. هنضغط على الرابط الموجود تحت قطعه الفيديو علشان يدخلنا على الصفحه اللي احنا شايفين قدامها دي. الصفحه دي هي اللي احنا هنعمل منها التحويل. اول حاجه هنضغط على سند ماني، فتح لنا الصفحه اللي من خلالها هقدر ان انا احول. اول حاجه طبعا بيقولها لك هتحول لفين، فهنا هتختار الدولة اللي انت هتحول ليها الفلوس دي. انا اختار مثلا كويت، مثلا هنفترض ان انا محتاج احول 100 دولار لصديقي او لاخويا او لاي حد في دولة الكويت. مثلا هكتب هنا الرقم اللي انا محتاج احوله، $100، فبيقول لك ان هو طبقا لسعر الدولار مقابل الدينار الكويتي هيساوي 29.45%. بعد كده بيقول لك الراجل اللي انت هتبعت له ده عايزه يستقبل الفلوس ازاي. طبعا هي لها اكتر من طريقه. اول حاجه اللي هو الكاش ات ويسترن يونيون لوكيشن، ده اللي هو يروح مكتب من مكاتب ويسترن يونيون في الدوله بتاعته او في المدينه بتاعته ويسحب. ده الاوبشن المتاح مثلا للكويت. في بعض الدول تانية ممكن تلاقيها بنك، يعني ممكن تحوله ال $100 دول ويروحوا على حسابه في البنك مباشرة. هنفترض الطريقة التقليدية ان انا هختار انه يروح مكتب من مكاتب الويسترن يونيون علشان يسحب ال $100 اللي انا بعتهم له دول. هننزل تحت بالسكرول وهيقول لك انت تحب تدفع ازاي. عندك طريقتين للدفع، طبعا طريقة البنك اكاونت ودي مش هنتكلم عنها في الدرس ده، والطريقة التانية بالكريدت كارد. هتدفع بالكريدت كارد بتاعك علشان صاحبك يروح يسحبهم من مكتب من مكاتب الويسترن يونيون في الدولة اللي انت هتبعتها له. بعد كده ننزل بالسكرول تحت نضغط على كونتينيو، هيدخلنا على صفحة اللوجين. صفحة اللوجين دي بتقول لك انك انت لو فاتح اكاونت اوريدي على موقع westernunion.com هتكتب الايميل بتاعك او اليوزر نيم مع الباسورد وتضغط على كونتينيو. طبعا هنفترض انك انت لسه عضو جديد، لسه هتفتح حساب على الويسترن يونيون الاول. طبعا عشان تحول من الكريدت كارد بتاعك لاي شخص في اي مكان عن طريق ويسترن يونيون المفروض يبقى لك حساب على ويسترن يونيون، وده بتعمله لمره واحده. هنضغط على ساين اب علشان نفتح اكونت لينا على موقع ويسترن يونيون، فيما بعد اقدر استخدمه زي ما انا عايز. اول حاجه هتكتب هنا الايميل بتاعك، هتكتب بعد كده الباسورد. بالايميل والباسورد طبعا هتدخل في كل مره. هتكتب هنا الفيرست نيم وهنا اللاست نيم، اسمك طبعا وكل البيانات باللغه الانجليزيه اكيد. هتكتب بعد كده العنوان، عندك خانتين للعنوان، الخانه الاولى لو ما قضتش وكان العنوان طويل شويه ممكن تكمل في الخانه الثانيه. بعد كده هتختار المدينه اللي انت منها، هتختار الستيت لو انت طبعا ساكن بره الولايات المتحده مفيش ستيتس. هتكتب هنا الزيب كود بتاعك، ده صندوق البريد، رقم صندوق البريد بيبقى عاده رقم مكون من 5 ارقام، لو عارفه اكتبه، مش عارفه اخبط اي 5 ارقام هيشتغل. بعد كده هتختار طريقه التواصل، طبعا كلنا اكيد عندنا موبايل هنختار الموبايل. بعد كده بتختار كود الدوله بتاعتك ايا كان انت عايش فين، مثلا ايجيبت 20 اهو بتختار ايجيبت. بعد كده بتكتب رقم الموبايل بتاعك، طبعا لو انت فودافون مثلا 010 او 010 ما بتكتبش 0
بتكتب 10 او 100 على طول وتكمل بقيه رقم التليفون بتاعك. بعد كده بتختار تاريخ الميلاد بتاعك، الشهر واليوم والسنه. بعد كده بتدخل على السؤال السري، عباره عن سؤال جايب لك مجموعه اسئله، يعني مثلا يقول لك انت اتولدت فين، مكان ميلادك، اكتب مثلا هنا الاجابه اللي انت عايز تكتبها. فيما بعد لو نسيت الباسورد بتاعك علشان تعمل ريتريف ليها ويديها لك، ممكن يسألك السؤال ده فهتجاوبه زي ما انت كتبت هنا. فخلي دايما الانسر تكون كلمة واضحة وانت عارفها وما تنساهاش. هتضغط على كومبليت وكده تبقى فتحت حساب على ويسترن يونيون. هياخدك بعد فتح الحساب ده على الصفحة اللي هيطلب منك بيها بيانات الكريدت كارد بتاعك علشان يسحب المبلغ اللي انت عايز تحوله لصديقك او لاخوك في دولة تانية او في محافظة تانية، ويبتدي يسحب الفلوس. ومجرد ما سحب الفلوس بيديك رقم التحويل. خلص رقم التحويل، مجرد بتاخد الرقم ده تديه لاخوك او لصديقك او للشخص اللي انت بعت له الفلوس دي، بيروح لاقرب فرع من فروع ويسترن يونيون وبيقدر يسحب الفلوس دي كاش. اتمنى يكون الدرس ده عجبكم وفاتكم، وياريت لو الدرس عجبك اضغط لايك، وياريت تعملوا شير علشان كل اصحابك يستفيدوا من الموضوع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.